السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ محاضرة خاصة بمادة تنمية المبيعات الفندقية. هنستكمل فيها بمشيئة الله تعالى ما بدأنا في المحاضرات السابقة. نراجع سريعا على المحاضرات السابقة. العناصر الأساسية اللي اتكلمنا فيها في المحاضرات اللي فاتت عن تنمية المبيعات، أهدافها، العناصر الأساسية اللي بتساهم بشكل كبير جدا في زيادة الـ effectiveness، الفاعلية الخاصة بالمبيعات الفندقية. تحدثنا سابقا عن نموذج الـ EIDA، وقلنا إزاي هذا النموذج يساهم بشكل كبير في زيادة حركة المبيعات الفندقية. تحدثنا أيضا عن تقسيم هذا النموذج، قلنا نموذج الـ EIDA الـ الأولى اختصار لـ Attention، قلنا attention اقصد بيها هو ازاي يكون عندك قدرة ان انت تجذب انتباه العميل للمنتج بتاعك. انت لو بائع قدرت ان انت بائع هنا بمصطلح ايه؟ مصطلح اني سيلز ايجنت او ريزرفيشن او ريسبشن او مسؤول مبيعات للمؤسسه. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا احمد؟ اهلا وسهلا يا دكتور. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا بيك احمد. انا احمد. اهلا بيك يا احمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل النهاردة المحاضرات اللي فاتت. صفحة يا دكتور، بص يا احمد، احنا بنراجع سريعا على أهمية السياحة كمصدر للدخل القومي للدولة المصرية في صفحة 57. صفحة 57 لقيت الصفحة دي يا دكتور. أهمية السياحة كمصدر أساسي سبعة، أنا قلت لك يا أحمد 57 يا حبيبي. لقيت الصفحة دي يا دكتور طيب ممتاز، زي ما قلت لكم. ممتاز جدا. أهمية السياحة كمصدر أساسي من مصادر الدخل القومي. طبعا كلنا عارفين إن السياحة بتشكل عنصر مهم جدا. مصر من أبرز المناطق جذب السياحة من كل حي العالم. ماشي يا احمد. بص يا احمد، استاذنك بس يعني خلينا نتكلم اشرح، وفي الاخر خالص اخليك انت بقى تقول رايك. تمام، ماشي يا احمد. ماشي يا احمد. ماشي يا دكتور. خلينا انا اخلص الجزء بتاعي، هسيبك في الآخر إن شاء الله تقول رأيك فيما يتعلق بالعناصر اللي حضرتك عايزها يعني. مفيش شك ان السياحة بتشكل عنصر كبير جدا من عناصر الدخل القومي لمعظم الدول. لو جينا نشوف الخريطة السياحية العالمية ونشوف منظمة السياحة،
شوف الخبراء المتخصصين في صناعة السياحة، خاصة المصريين اللي بيشتغلوا في منظمة السياحة العالمية على رأسهم الدكتور سعيد البطوطي مستشار منظمة السياحة العالمية للشؤون الاقتصادية، هنلاقي في تقارير اللي بينزلوها بشكل يومي إن دول كتير من العالم تعتمد على السياحة كعنصر أساسي من عناصر الجذب. وبالتالي لازم في هذا الجزء نركز على عناصر الجذب، ازاي يكون عندك قدرة ان انت تبقى اتراكتيف بشكل كبير جدا للمنتجات السياحية. اولا تقدم ترتيب مصر سياحيا على الرغم من الظروف والازمات السياسية والامنية والاقتصادية وغيرها. وجدنا ان مصر تتمتع بكل المجالات، عندنا كل العناصر اللي بتساهم او تقدر ان هي تعمل ماركتنج ميكس تشكل عنصر جذب مهم جدا لصناعة السياحة المصرية. عندنا الطبيعة، عندنا الآثار، عندنا التاريخ، عندنا أيضا المقومات، ينقصنا فقط التسويق والخدمات الجيدة. زي ما قلنا قبل كده خلال عام 2015 وكالة دولية اسمها وكالة برام الأسبانية، وكالة استشارية هذه الوكالة صنفت مصر في المرتبة نمبر 2 بالنسبة افريكان كانتري، ونمبر 27 بالنسبة للمستوى الانترناشنال، وده كان من حيث الإقبال السياحي. اللي كان بيسبقنا في هذا الجزء هي دولة جنوب أفريقيا كأكثر الدول في القارة إقبالا للسياح، وكان المغرب في المرتبة الثالثة. بنتكلم على تطور المؤشرات الكلية للسياحة في مصر، لازم حضرتك تركز على العناصر الآتية. إن مصر كانت من أهم 50 مقصد سياحة عالمي. بالنسبة لهذا الجزء طبعا عندنا في هذا الأسبوع تقرير صادر من منظمة السياحة العالمية إن تم اختيار الدولة المصرية عشان تكون الدولة رقم واحد في الأفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم. تم اختيار الدولة المصرية أفضل وجهة في العالم، طبعا ده مش من فراغ، تبقى تقييمات كتيرة جدا وعناصر كتيرة جدا، من خلال هذه العناصر يبدأ إن هم يشوفوا أفضل العناصر. قلنا قبل كده إن روسيا كانت بتتصدر الدول المصدرة للسياحة للدولة المصرية، قلنا الأسباب إن السائح الروسي بطبيعته قريب جدا من السائح المصري، الشعب الروسي طبيعته قريبة من الشعب المصري، عشان كده في آخر 20 سنة الشريحة الأكبر من السياحة اللي كانت بتخش مصر كانت سياحة روسية. زار البلد في الفترة دي أكتر من 1.5 مليون سائح، وده كان رقم كبير جدا مقارنة بالدول الأخرى اللي بتزور مصر زي ألمانيا في المركز الثاني، زي إنجلترا في المركز الثالث، وإيطاليا في المركز الرابع. في سياق آخر منظمة السياحة العالمية كانت بتحط مصر من ضمن الدول في المصاف الخاصة بتنمية السياحة. تزايد نشاط السياحة قبل ثورة 25 يناير
2011. عشان نجيب الأنشطة السياحية لازم نرجع لمصادر موثوق منها، مصادر الموثوق منها زي الهيئة العامة للاستعلامات، قالت إن عام 2007 كان فيه نمو كبير جدا في قطاع السياحة في مصر، سواء من حيث عدد الزائرين واللي فيه إن الدولة استقبلت نحو 11 مليون سائح، وكان ده رقم كبير بالمقارنة بالعام اللي قبله اللي هو عام 2006، اللي كان عدد السياح اللي زاروا مصر ساعتها كان أقل. فالزيادة ما بين 2006 ل 2007 كان قدرها 22.1%. طبعا أعداد السائحين بينعكس بشكل إيجابي على الإيرادات السياحية، لأن أنا في الآخر النهاية بيهمني الإيراد السياحي. القطاع شهد نمو كبير. البيانات اللي ظهرت واللي تم نشرها على موقع بوابة مصر على الإنترنت قالوا إن إيراد مصر من السياحة ارتفع بنسبة 39% ل 2.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2008 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2007. أيضا السياحة هي تعد مصدر مهم لدعم سوق العمل. دعم سوق العمل يكون مهم جدا، توضح الإحصاءات ارتفاع عدد الليالي السياحية اللي قضاها السائحون في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2007 2008 عشان تسجل كام ليلة. يعني احنا في 2007 2008 عندنا 31.1% مليون ليلة، 31.1 مليون ليلة اتباعوا في أو اتحجزوا في هذه الفترة. طب نفس الفترة في العام المالي اللي قبله 2006 2007 كان 22.3 مليون ليلة. يبقى الزيادة ما بين 2007 2008 و2006 2007 كان قدرها كام؟ كان قدرها 40%. دي طبعا زيادة كبيرة جدا عن اللي حصل في عام 2008، ده كان طفرة كبيرة في النشاط السياحي. العنصر رقم ب تراجع النشاط السياحي بعد ثورة 25 يناير. كلنا عارفين إن الثورة 2011 كان لها أسباب كبيرة وأسباب جوهرية في تراجع الطلب السياحي، لكن إحنا كأكاديميين ومتخصصين لازم يكون معانا الأرقام.
بنقارن النشاط السياحي قبل وبعد ثورة 25 يناير، هنلاقي إن في تراجع كبير جدا في حجم العاملين في قطاع السياحة خلال الفترة من 2012 للفترة من 2014. حصل في انخفاض كبير في أجور العمالة بإجمالي 70 مليون جنيه، و70% من اللي كانوا شغالين في السياحة سابوها، وده بسبب إنه كتير من شركات السياحة والفنادق والمطاعم والموتيلات وكل العناصر في المجموعة السياحية بدأ إن هم يسرحوا العاملين ويستغنوا عنهم. هنشير ال PDF عشان يبقى ظاهر للناس كلها. يبقى لو بنصنف السنوات هنلاقي إن عام 2013 هو العام الأسوأ في السياحة المصرية، وده بسبب النتائج اللي كانت مترتبة على أزمة الثورة، واللي انعكس بشكل كبير جدا على القطاع الإيه؟ على القطاع السياحي. وسنة انت في 2020 برضو اوحش برضو بسبب الكورونا. نعم سنة 2020 طيب اوحش برضو بسبب الكورونا. تمام يا أحمد، ممتاز. يبقى عام 2013 هو الأسوأ، لكن عام 2010 هو عام البيك بيريود. بيك بيريود اللي هو عام الذروة، عام الذروة طبعا لما شاهده من تتابع للأحداث السياسية والأمنية المتعلقة باستقرار الدولة، اللي خلى بعض الدول الأجنبية تعمل ريستريكشن يعني قيود على الترافل موفمنت تو ايجيبت، واللي أثر بشكل كبير في الهوتيل اكيوبنسي برسنتج. كثيرا من الريزرفيشن عمل لها كانسليشن، واصبح عندنا لو اكيوبنسي برسنتج في الغالبيه من الفنادق. ادى ذلك الى التوقف التام لبعض الانشطه السياحيه. هذا الجزء ريفلكتنج بشكل كبير على العمالة الدائمة والمؤقتة والمنتظمة وغير المنتظمة وجميعها. انخفضت أجور العمالة الدائمة في قطاع السياحة بإجمالي 70 مليون جنيه، وقامت بعض الشركات السياحية بالاستغناء عن العمالة وتسريح بعض العمالة. ايضا انعكس بخفض اجور العاملين اجمالي 70 مليون جنيه، وهجرت 70% وخاصة من الايدي العاملة المدربة اللي هي بتشتغل في القطاع. طبعا القطاع السياحي بيعيش مأزق كبير، حيث ان العمالة الموجودة حاليا غير مدربة بالقدر الكافي، وقررت إن هي تستمر لعدم قدرتها على إيجاد البديل. في 3.5 مليون عامل بيشتغلوا في القطاع، 40% منهم هجر النشاط سواء بالتسريح الاختياري أو الإجباري، أو ما بين إن هو يخير الموظف بين حاجتين، يا إما نخفض راتبك للنص أو التسريح.
تشير إحصائيات عام 2014 لأن السياحة المصرية حققت تقدم بنهاية العام بلغ 10 مليون سائح. عشرة مليون سائح صرفوا قد إيه؟ 7.5 مليار دولار. ايضا تذبذب حجم العماله في قطاع السياحه. تذبذب حجم العماله في 3 مراحل، المرحله الاولى من عام 2000 ل 2004. من عام 2000 ل 2004 كان هناك انخفاض ملحوظ وكبير في نسبه العاملين في قطاع السياحه. واللي مركز كويس ويتابع الأحداث هيلاقي إنه هذه الفترة 2000 2004 كان هناك انخفاض كبير جدا في هذا الموضوع. من 2000 ل 2004 بالذات لو حد بيلاحظ هنا هنلاقي في الفترة دي في عام 2000 بالذات كان في أحداث سبتمبر 2001 اللي هي تفجير برج التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي أثر بشكل كبير جدا على القطاع كله. بشاهد هذه المرحلة اللي استمرت من 2000 ل 2004 انخفاض كبير. تراوحت ما بين إيه؟ تراوحت ما بين تراجع في 3 ل 3.8 المية بسبب أحداث سبتمبر 2001 زي ما قلنا، وبعض الأحداث الإرهابية اللي حدثت في معظم دول العالم وفي مصر. أيضا بدأت يبقى فيه أنشطة اقتصادية أخرى الناس تتوجه ليها زي أنشطة الإنترنت الـ IT والاتصالات والتكنولوجي إنوفيشن. المرحلة الثانية هذه المرحلة تمت من عام 2005 إلى عام 2008، من 2005 ل 2008 كان في ارتفاع ملحوظ في نسبة عدد العاملين في قطاع السياحة. تراوح بين 5.8 ل 6.4، بالإضافة لاستحواذ قطاع السياحة على المرتبة الرابعة من حيث القدرة على توليد فرص عمل جديدة قد تصل إلى كام؟ 12%. هنا أدى إلى ارتفاع معدل الإنفاق على السلع والخدمات، معنى إن في فرص عمل جديدة، يعني في مصادر أخرى للدخل، يعني في هاي إنكم، وبالتالي بيزيد معدل الإنفاق على السلع والخدمات. المرحلة الثالثة استمرت من 2009 ل 2011. استمر نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته. الذروة هنا كانت بمعدل 12.6%، 12.6%. المرحلة الرابعة استمرت هذه المرحلة 2012 حتى عام 2014. من 2012 ل 2014 تراجع فيها معدل التشغيل بشكل كبير وانعكس على قطاع السياحة بالسلب، ومن ثم تراجع حجم العمالة لدى هذا القطاع.
رقم خمسة، جهود الدولة للنهوض بقطاع السياحة. موقع مصر الجغرافي في ملتقى ثلاث قارات وبمجرى النيل الخالد وساحليها على البحرين الأبيض والأحمر. هذا الموقع طبعا موقع عبقري، موقع فريد بين الصحراء والماء عشان يصنع العنوان الأشهر اللي رفعه دكتور جمال حمدان، مصر عبقرية المكان وعبقرية الزمان. يتوافق مع هذه المقومات الهائلة للمنتج السياحي المصري بنية أساسية متطورة وحديثة نسبيا من المرافق المنشآت ومختلف مستلزمات الخدمات السياحية الراقية من مجموعة كبيرة من أفخم الفنادق العالمية. مع بداية التسعينات إيه اللي حصل بقى؟ حصل في مصر سياسة تنموية جديدة مع صدور القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 92، واللي فيه تم إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية. بل الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية السياحية تم إنشائها عام 92، وبدأت هذه الهيئة تساهم بشكل كبير جدا في تحقيق التنمية السياحية المتكاملة بمساعدة الخبرات الدولية والوطنية المتميزة. احنا عندنا هيئتين ظهروا، كان ظهورهم مهم جدا. الهيئة الأولى بنسميها الهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة الثانية بنسميها هيئة التنشيط السياحي. الهيئة العامة للتنمية السياحية كان ليها إسهام في تحقيق التنمية السياحية المتكاملة بمساعدة الخبرات الدولية والوطنية المتميزة. طبعا يعد إنشاء هذه الهيئة طفرة كبيرة وفرت كافة الحوافز والضمانات اللازمة لجذب المستثمرين إلى إنشاء منتجعات ومطارات وطرق جديدة في عمق الصحراء وعلى الشواطئ البعيدة. هيئة التنمية السياحية عام 2008 أضافت للطاقة الفندقية بمصر 75,000 غرفة. بلغ عدد شركات السياحة حوالي 1409 شركة، وبلغ إجمالي عدد الغرف في القرى السياحية والفندقية فنادق العايمة والثابتة حوالي 190,000 غرفة. حوالي 90% من المشاريع السياحية القائمة في مصر حاليا هي باستثمارات مصرية، ونحو 10% منها برأس مال عربي. قطاع السياحة، ما نسأل شوف قطاع السياحة، لأن قطاع السياحة بطبيعته هو قطاع جاذب للاستثمارات. بسنت، أنا بسنت، بسنت أي حسين، دكتور مع حضرتك. أي ليه يا بسنت قطاع السياحة بنقول عليه إن هو قطاع جاذب للاستثمارات الأجنبية؟ لأن هو دايما أكيد بيخدم ال يعني ال الأجانب وكده في الاستثمارات، يعني هم بيدخل منهم هم، ف يعني أكيد لازم يبقى مهم يعني. تمام، قطاع يعني أي مستثمر أجنبي بيتمنى أو بيكون عنده زيادة في الرغبة للاستثمار في القطاع السياحي المصري. الاستثمارات اللي تمت في المناطق التابعة لهيئة التنمية السياحية زودت الطاقة الفندقية ل 32,000 غرفة. يعني ايه الطاقة الفندقية بس انت تكون 32,000 غرفة؟ الطاقة يعني مش يعني ايه فاهمة. لما نقول، ايه المعنى، ايه المقصود بان نقول الطاقة الفندقية لمصر في فترة
كانت 32,000 غرفة. ده معناه ايه؟ اثنين وثلاثين ألف غرفة ده معناه إن إحنا إجمالي أو طبقا لي الاشتراطات الأخيرة ظهرت ظهرت تمثل الاستثمارات العربية والأجنبية 32% من التكلفة الإجمالية اللي بتبلغ كام؟ 6 مليار جنيه، بخلاف طبعا تكلفة البنية الأساسية. عام 2016 مصر فازت برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية اللي هي United Nations World Tourism Organization، وذلك خلال اجتماع الدورة 21 للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، عقدت عام 2015 تحت عنوان سياحة تعزيز التنمية الشاملة للجميع والتحول الاجتماعي، وكان ده في دولة كولومبيا. انتقل للجزء اللي مهم بالنسبة لنا، لازم حضرتك تبقى عارف بما ان السياحة بقى كده اصبحت تساهم بشكل كبير جدا في اقتصاديات الدول، في ان دول كتير اصبحت تركز على قطاع السياحة، لازم نعرف ايه العوامل اللي بتعوق التنمية السياحية والفندقية في مصر. على الرغم من ان احنا في مصر زي ما قلت لحضرتك في اول المحاضرة، مصر فازت هذا الاسبوع بالدولة رقم واحد في العالم من حيث الايه؟ الوجهات السياحية. لكن للأسف الشديد جدا جدا، طبعا فوزنا بسبب المواقع التاريخية بتاعتنا والثقافية والأسعار المنخفضة وعوامل الجذب اللي عندنا والحضارة والتاريخ والبحار والمحيطات، وعندنا كل حاجة، شواطئ عالمية، عندنا كل حاجة. لكن نصيبنا في السياحة العالمية أقل بكثير جدا من الإمكانيات والطاقة الكامنة للدولة المصرية. عشان كده بنقول إن قطاع السياحة في مصر ما زال يواجه معوقات كبيرة بتقلل من نموه، منها طبعا إن في انخفاض كبير في الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما عندناش كوادر فنية بشرية مدربة متخصصة في مجال السياحة والفنادق، وبالتالي ينتج عنها انخفاض كبير جدا في أداء الخدمة. الأهم من ذلك الافتقار لسياسة تنمية قطاع السياحة وترويج وتسويق منتجاته. أيضا قطاع السياحة في مصر كان ولا زال عرضة للتأثر بالتطورات السياسية والأمنية السائدة في المنطقة، وبالتالي غياب الأمن والاستقرار يمثل عائق كبير جدا أمام تنمية هذا القطاع. أيضا مشكلات التنمية السياحية والفندقية في مصر، لما نيجي بقى نحطها في شكل أرقام نجد إنه أول عنصر إن إحنا بنفتقر إلى الاستراتيجية الخاصة بالمعالم الأساسية للسياحة والفنادق، الرؤية نفسها الخاصة بالسياحة مش واضحة،
سواء كان على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي في كل المجالات اللي بتخدم العمليه السياحيه، سواء كانت في المجالات الاقتصاديه او الاجتماعيه او المجالات البيئيه والموروث الحضاري. ايضا رقم 2 ضعف موقع التنميه السياحيه. ضعف موقع التنميه السياحيه في خطه التنميه واللي بيقلل من اهميتها في اطار تواضع المخصصات الماليه للسياحه، بينعكس ذلك في قله المشاريع المنجزه او المخطط ليها، وايضا ضعف اداء السياسه العامه في تبني استراتيجيه واضحه المعالم للسياحه. النقص الواضح في البيانات والمعلومات، خاصه معلومات الاحصاء السياحي، وغياب النظام الجيد للمعلومات والاحصاء السياحي. احنا النهارده لو بنعمل دراسه ماجستير او دكتوراه او بحث علمي على موضوع معين، محتاجين ان احنا نجمع داتا، هنلاقي مش هنلاقي بيانات، ودي طبعا مشكله كبيره جدا، ان مفيش جهه معينه بتمدني بالبيانات الاساسيه الخاصة بكل عنصر. ايضا تواضع نوعيه المنشات والخدمات وضعف المرافق الاساسيه زي الطرق، كهرباء، اتصالات، كل العناصر دي يا جماعه بتساهم بشكل كبير جدا في انخفاض الامكانيات الخاصه بالتنميه السياحيه والفندقيه في الدوله المصريه. تواضع وقلة المؤسسات التعليمية وضعف مستوى التأهيل والتدريب أيضا الوعي السياحي والتوعية الشعبية بأهمية السياحة للمواطنين لما بنتكلم على الوعي السياحي يا بسنت سامعاني؟ ايوه يا دكتور. ايه المقصود بالوعي السياحي والتوعية الشعبية بأهمية السياحة لدى المواطنين؟ يعني الوعي السياحي يعني المفروض ان احنا ناخد بالنا يعني من الأماكن اللي هما بيزوروها السياح وكده. لا أنا بتكلم حاجة تاني، بتكلم على الجزء الخاص بالوعي السياحي. حضرتك عارفة سواق التاكسي اللي بينقل الجست من المطار للفندق؟ تمام. ده لازم، هل سواق التاكسي ده، صاحب التاكسي ده عنده وعي سياحي ان هو يعامل السائح بشكل كويس، ولا ما عندوش وعي؟ هو ده المقصود بيه. احنا نعمل توعية شعبية وتوعية مجتمعية ان السياحة يا جماعة الدولة كلها بتستفاد منها، مش بس قطاع السياحة هو اللي بيستفاد، او فقط العاملين في المنظومة السياحية فقط هم اللي بيستفادوا، إنما لا،
كل العاملين في القطاع يستفادوا بشكل كبير جدا من الناحية السياحية. عشان كده بنقول ان من ضمن المشاكل اللي بتعوق التنمية السياحية هو تواضع الوعي السياحي وتخلف التوعية الشعبية بأهمية السياحة عند معظم المواطنين. ضعف وقصور وعدم انتظار النقل البري والبحري والجوي ضعف قصور وعدم انتظام ثلاث عناصر. عندنا من أهم العوامل اللي بتساهم بشكل كبير في نجاح العملية السياحية هو النقل البري والبحري والجوي وعدم توفر شبكة من الطرق المتطورة إلى كل مواقع الجذب السياحي. لكن الدولة الفترات الأخيرة بدأت إن هي تعمل بنية تحتية محترمة جدا. عندنا بقى عندنا دلوقتي بنية خاصة بالطرق والمواصلات محترمة جدا جدا، وبالتالي هذا الجزء قطعنا فيه شوط كبير جدا خاصة في النقل البري والبحر. أيضا تواضع خطط الترويج التسويق السياحي وقصور الاعتمادات الحكومية المخصصة لتسويق البحوث والإحصاءات والإعلام السياحي. زي ما قلنا من شوية يا جماعة، احنا خدنا رقم واحد في الوجهات السياحية في العالم. أنا مصر طبقا لمنظمة السياحة العالمية هذا الشهر احتلت المركز الأول من ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم كله. لكن هل تم تسويق هذا الحدث بشكل كويس؟ هذا هو السؤال. كم واحد في مصر يعرف هذا الخبر؟ هل الإعلام بيتناول هذا الجزء؟ يبقى هنا التسويق. لازم نظهر هذه الإيجابيات والمميزات، لا نتحدث فقط عن السلبيات، نتحدث عن الإيجابيات ونحاول إن احنا نوسع السوق المصري. انخفاض وتدني مستوى النظافة العامة في المدن والمناطق السياحية والأثرية، وده ملاحظ. تخش منطقة تاريخية أو منطقة أثرية قديمة في مصر القديمة أو في غيره، أماكن السياح بيقبلوا عليها، تلاقي إن المكان متواضع جدا ومش نظيف وناس كتير بتشتكي. ده أيضا مشكلة كبيرة. يبقى هنا مهم جدا ان يتم الاهتمام بايه؟ بهذا الجزء. انخفاض وتدني مستوى النظافة ده بيأثر كبير جدا. الإهمال للمناطق السياحية والأثرية والمدن الحضرية وخصوصا المواقع الدينية والمباني التاريخية، لأن إن في تقصير كبير جدا في أعمال الصيانة والترميم وإعادة البناء وإجراء مزيد من الأعمال الخاصة بالتنقيب، فضلا عن عدم وجود نظام مبرمج لزيارة وزيادة وجذب السائحين لهذه المناطق. مصر يا جماعة عندنا كنز، الكنز اللي موجود عندنا هو السياحة الأثرية. مصر لوحدها زي ما احنا عارفين كلنا الدولة المصرية تحتوي على تلتين آثار العالم، أو تلت آثار العالم. وبالتالي هل بيتم الاستغلال الأمثل لهذه العناصر؟ انت دولة لوحدك عندك تلت آثار العالم، هل بتستغل هذه الآثار وهذه الثروة ولا لا؟ هذا هو
مشكلة كبيرة جدا. أيضا هناك تحديات خاصة بالتنمية السياحية والفندقية في الصحراء المصرية. يبقى في حديثنا عن مشكلات التنمية السياحية والفندقية الدولة المصرية لازم نحط هنا بعض الريكومنديشنز. ريكومنديشنز المقصود بيها توصيات علشان نتغلب على هذه المشكلة. يبقى لازم يبقى في استراتيجية واضحة المعالم، استراتيجية يعني نفكر على المدى البعيد. ايه هي رؤيتنا للسياحة في الفترة القادمة، في الخمس سنين القادمة او العشر سنين القادمة. العنصر الثاني، حاول ان احنا نزود مواقع التنمية السياحية ونزود الميزانيات الخاصة بالتسويق. العنصر الثالث، نحاول ان احنا يبقى عندنا داتابيز قوية جدا لنظم المعلومات والاحصائيات السياحية، بحيث ان اي حد عايز يعمل دراسة في المجال السياحي يلاقي داتا. انا دلوقتي لو عايز اعمل دراسة عن العاملين في الفنادق في مصر، عايز اشوف مثلا مستوى الرضا الوظيفي او مستوى الامان الوظيفي او الكوربوريت سوشيال ريسبونسابيلتي، المسؤولية الاجتماعية، هل هنا في هذه الحالة هنجد انه في بيانات؟ يعني هل لو انا بسال سؤال، بسال وزاره السياحه، بقول لهم مثلا انا عايز اعرف عدد العاملين اللي بيشتغلوا في فنادق الخمس نجوم في مدينه القاهره، هل يوجد احصائيه لهذا الرقم؟ يعني هل اقدر ان انا الاقي رقم بعدد العاملين في القاهره في فنادق الخمس نجوم او في فنادق الاربع نجوم او الثلاث نجوم؟ طيب الاسكندريه، شرم الشيخ، غردقه، بقيه المحافظات كلها. يبقى هنا لازم يبقى في داتابيز بتجمع كل هذه العناصر. ايضا الخدمات السياحيه الفندقيه لازم تكون افضل من كده بكتير، وتدريب وتاهيل العاملين بشكل كبير جدا، لان طبعا من ضمن العناصر اللي بتساهم في المشاكل السياحيه هي ضعف مستوى الخدمات. عندنا الليفل اوف سيرفيس في معظم الفنادق بيكون متوسط، احنا بنامل ان هو يوصل للمستوى الجيد او المستوى الممتاز. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا دكتور.